بنية تحتية طاقوية هامة تحوزها ولاية المنيعة اليوم، تعزز الأمن الطاقوي وتجعل منها محورا استراتيجيا في الشبكة الوطنية للكهرباء شمال أقصى الجنوب. هذه المحطة تنتج حاليا 80 ميجاوات، فيما ستصبح قدرته الإنتاجية الإجمالية بعد الانتهاء من الأشغال 160 ميجاوات، تهدف إلى تدعيم الأنشطة الاقتصادية والفلاحية والصناعية بولاية المنيعة. محطة حيوية تعزز تغطية احتياجات الجنوب الكبير للتزود من الكهرباء، لتنضم إلى جملة المشاريع الطاقوية الكبرى التي تسعى الجزائر لإنجازها، إلى جانب شبكة كهربائية متعددة الربط تمر عبر عدة ولايات من الجنوب. فهذه الخطوط تمتد إلى غاية عين صالح وأضرار وتمن راست، إلى جانب خط يربط بين حسي مسعود وإناميناس وإليزي. تم تركيب 4 توربينات بقدرة 20 ميجاوات كل واحدة، يعني في الأخير عندنا 80 ميجاوات راهي واجدة باش تلبي الطلب تاع المواطنين والفلاحين والاستثمارات المستقبلية إن شاء الله بإذن الله تعالى. كانت الكهرباء عائق كبير خاصة في السنوات الماضية، حيث عانى المواطن المنيعي من انقطاعات كثيرة، ولكن بعد الإنجازات الضخمة للمحطات الكهربائية المتواجدة على تراب ولاية المنيعة أصبحنا في أريحية، خاصة في مجال الانقطاع التي لم نعد نعاني منه حقيقة، وربما أصبحنا في احتياط زائد في مجال هذه الطاقة. محطة تدعم مصادر توفير الطاقة الكهربائية بولاية المنيعة، فضلا على أنها توفر مناصب الشغل لشباب المنطقة، فقاعة المراقبة هذه تسيرها كفاءة من المنيعة. يوجد في المحطة فريق متكامل ينقسم إلى نوعين، الاستغلال والصيانة. والتخصصات؟ مختلف التخصصات، ميكانيكي، كهربائي، تقنيين، مهندسين. امتيازات اقتصادية وتنموية كبرى تجذبها المحطة الكهربائية الجديدة، سيما منها إمداد المحيطات الفلاحية بالطاقة والمساهمة في رفع مردودية الأراضي الزراعية للمنيعة، هذا القطب الفلاحي بامتياز. المستثمرة نتاعي هذه فيها 5000 هكتار، أعطوني 35 بوست. الحمد لله هذه كاع يسمى بالكهرباء، قعدوا لنا 3 بوستات هذوما بالجروبات، ان شاء الله درك اللي نكملوا ونقولوا للجروبات على خير. تقربنا من المواطنين، هذا المشروع بالنسبه لهم حل لمشكل الانقطاعات الكهربائيه التي عانوا منها سابقا، فهذا الصيف لا انقطاعات للكهرباء في منازل لا تستغني عن المكيفات. مفخره كبيره للولايه، وهي برد وسلام على منطقة المنيعة خاصة، وخاطر قبل كانت الانقطاعات بزاف، كان اللي يستعمل 500 كيلومتر الزراعة كان الانقطاعات كان، وبفضل هذا المشروع دارته الدولة ما شاء الله. احنا رانا نشوفوا باللي 3 سنتي ما عادش كيما بكري، هذه نهائيا وعاد ثاني الخدمات تقعد دقيقة، يصير لك خيط في تجيك الناس اللي يريقلوها صون الغاز واقفة بالموجب نتاعها. السياسة الطاقوية للجزائر تهدف إلى ضمان الأمن الطاقوي للبلاد كأولوية قصوى، وتنمية الولايات الجنوبية بغية دمجها في الممرات الإفريقية بإنجاز مشروع ربط الشبكة الشمالية بجنوبنا الكبير بواسطة خط الجهد العالي 400 كيلووات على مسافة 880 كيلومتر.